يو واتس جوين اون مايك. اليوم انا ببيروت عم ورجيكم صراحه ما عارف من بدي بلش بهذا الفيديو خصوصا الدنيا كلياتها كسره حوالي من نتيجه الانفجار اللي صار امبارحه. هلا حروح التقى مع رفقاتي مشان نساعد العالم المتضرره من هذا الانفجار. قلت يوم قلت يوم انا مروز برو الحمد لله على السلامه. البيت معلم الازاز فوقي وبي فوقي والعائلة كلها فوقي. صارت الموجة وصلت لبعد تقريبا 15 كيلو متر على قرب 5 كيلو متر من الانفجار. هن اكثر شيء تضرروا. اعلنت الدولة امبارحة انه هلا بيروت منطقة منكوبة، يعني منطقة مدمرة بالكامل. هذا الانفجار يعد ثالث اقوى انفجار صار بالعالم بعد هيروشيما وناكازاكي. قرب على نقطة الانفجار الاساسي اكثر واكثر كل شوي. كل هو عالم تحت عم بيساعدوا. بس احنا هلا بالضبط حد الانفجار. هيك وين صار الانفجار؟ عند هذيك البناية اكثر شيء. لهون البناية كلها مكسرة. هون شوف شيء محطم. طبعا ما حورجيكم جرافيك سينز لانه اوريدي كان في عالم كثير ميتة هون على هذا الطريق. لانه هن اكثر شيء اللي مشتاقين الضربة. بس نقطع الطريق. جايز هون شوفوا يسار الدم. شو هونيك؟ هون كان في بنت معلق راسها يعني بالحديد هذيك نزل عليها. وعلى الطريق هيدي كثير عالم كانوا هيك واعين شقف. كان المنظر ما طبيعي يعني. يوم من اصعب الايام اللي مرقت على لبنان كله. على كل محل على الحياه. كل محل هونيك صار الانفجار بالضبط. كل البنايات هون كل شيء مكسر. صعب رايحة شيء طبعا. محطة تبعيد بنزين مفروض هبطت كلياتها. البنية هذيك كسرت وهذيك شوفوا كيف الشقة مفتحة صارت كلياتها مكسرة. يعني الناس ساكنين هون هلا قاعدين بلا بيوت. هدول اهل طرابلس جايين لهون بيساعدوا ببيروت كمان. اللي شفته نزلوا صورة على انستغرام قالوا هيدي قديمة اليوم شفتها الصبح. المواد المتفجر كانت هنيك بالضبط. اللي هي مواد متفجرة اللي هي الامونيوم نيتريك شي هيك بيقولوا له ما بعرف نسيت اسمهم انا. المهم شفت الصورة هو هذا حمض الامونيوم. ايوه مادة شديدة الانفجار ولو كانت بكمية كثير كبيرة يمكن قوة الانفجار كانت طن ونص او شيء هيك. في عالم قالت طنين في عالم قالت ثلاثة حسب. المهم الصورة اللي شفتها كيف حاطين هول المواد كابينهم فوق بعضهم مثل كياس البطاطا يعني هيك شوالات فوق بعضهم حاطينهم طبقتين فوق بعضهم كابينهم يعني وهاملينهم وانسى كيف شكلهم كان. ما بعرف اذا هذا الشيء هيك بيتخزن بهالطريقة اللي هو غلط هو سائل ولا مانو سائل ما بعرف ما عندي فكرة. ما بعرف بس انه هو اكيد في اهمال كثير كبير لصار هذا الشيء كثير يعني. لو ما في اهمال ما كان انفجر هذا الشيء. وهي هي المواد بالاساس هي المواد مصادرة من لبنان من 2014 يعني تقريبا صار لها 6 سنين. وبسبب الاهمال تبع الحكومة اللي هي الرقم الواحد المدان رقم واحد بسبب هذا الشيء اللي صار هون انفجرت بغض النظر عن الاسباب. عالم عم بيقولوا انه غاره اسرائيليه، عالم عم بيقولوا انه فرقاع مفرقعات يعني وهي الحكومه قالت مفرقعات. كيف كونتينر مفرقعات ممكن يعمل كل هذا الشيء اللي صار هون؟ شيء مو طبيعي يعني. معقول كونتينر مفرقعات يقتل شخص 100 شخص ويجرح تقريبا 4000 ويدمر كل هالدمار ها يوصل الدمار تبعه 14 او 15 كيلو متر؟ شيء مو منطقي بالمره. هيدي هون مفروض مبنى شركة الام تي سي. شو هيدا؟ شظية عم تقول؟ شظية. هيك الدش. هيك شكلهم على فكرة الشظايا. تخيلوا هيك كلياتها شظية. يعني هيدي انتم مانكم متخيلين قد وزنها شي 6 او 7 كيلو، اسمعوا صوتها بس تنزل على الأرض. شايفين دش ثقيلة؟ تخيلوا هي تجي على راس واحد مثلا. هيك كلياتها العالم مات هيك مات لهالسبب. من ورا الإهمال تبع الحكومة. اللي كل الشعب صار له فترة طويلة ما بدهم اياهم حاكمين البلد من 30 سنة. شوفوا السيارة مدفونة على الأخير.
الباب. شوف كيف هو الحين انت تكون قاعد هون ما في شيء رواق فجاه يصير كل هذا ثواني. تخيل هاد تفوت براس حدا الشخصية اللي بتطير تعمل هيك يمكن او كيف بس نقوص الضغط نقوص الضغط كم الحل بقى على ايه من فوق هذا الحرف تبع بناية حبات لفوق هاي حرف البناية تبع السطح كله واقع كله من هون لهون اي حدا بيقدر يجي على بيروت مشان يساعد ما يقصر ححط لكم اللينك تحت بالدسكريبشن بالوصف يعني عن كل المساعدات اللي ممكن تصير لاهل بيروت سواء دعم مادي او دعم من خلال اذا عائلة محتاجة بيت حط ارقام وللتبرع بالدم كمان حيكون كلياتهم موجودين بهذا اللينك حيكون كل شيء موجود بهذا اللينك ارسلوا فوتوا عليه ساعدوا لبنان المنكوب. Now see you next video.